بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، إنما العسر يسرا، فإنما العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، 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 الله الصمد، الذي يحب الإنسان والإنسان، شعاره الصدق في القول والإخلاص في العمل، لله سبحانه وتعالى الأعلى 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 فوق الأعلى الأعلى أعلى بالمليارات والملايين المليارات بدون حدود. الصدق في القول والإخلاص في العمل، 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 لصالح سلامة الوطن الذي هو ملك الله سبحانه وتعالى 100%، والذي يرأس الأوطان وله السلطات العليا التنفيذية والتشريعية، وكل ما هو موجود فوق أرضه أي فوق وطنه من قضاء عدلي، والجيش الوطني، الجيش صورا للوطن يحميك أيام المحن، المؤسسة الأمنية أي وزارة الداخلية، وكل الوزارات، وكل الوزارات، وكل الوزارات، فهو تحت أمر واحد فقط. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. إذا كان الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون بأكمله وله منظومة كوكب الشمس رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5، رقم 6، رقم 7، إذن كل هذا يحكمها ويسيرها بدقة 100%. هو قل هو الله أحد، 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 قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، أنعم عليهم الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم. تكون كيف يستحمدوا ربي، هذا رب الله سبحانه وتعالى. كي هو الإنسان يقول لك بمرأة تتوحد وتوصل منها يطلقها رجل، هو يعرف رقم 9، وريتكم من الإدارة العلمية رقم 9، معناها هذيك الروح تقولوا عليها ساكنة غادي في غرب، هذيك الروح فهمت معناها ما تعرف. احنا في الولايات المتحدة الأمريكية من مؤسسها واشنطن، واشنطن، واشنطن اللي هبني واللي جنني، يا واشنطن رك هبلتني، يا واشنطن رك جننتني، يا واشنطن رك هبلتني، يا واشنطن تعرف الحقيقة، تعرف انت الوحيد الحقيقة مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مع الأسف تركوك وأهملوك
عوض أن يحتفلوا بكم كمؤسس الولايات المتحدة الأمريكية كل سنة على الأقل 3 أيام، عوض أن يحتفلوا بكارثة أحداث سبتمبر وكأنهم خائفون من المجرم الأكبر، مجرم الأكبر، شيطان الأكبر القرضاوي الذي تبنى الانتحارات من طفل، 3 سنوات وما فوق لينتحر في مكان مجمع به الأطفال الصغار تلعب به، الأمهات به، كل شيء يحب السلام والمحبة والأخوة لجميع الأديان، الديانة الأولى المحببة، الشعب المحبب، الديانة الأولى هي الديانة اليهود برواو، لأن البكر لله سبحانه وتعالى، ثم تأتي الديانة المسيحية، يقولون وأن المسيح ارتفع للسماء. إذا كان بحثكم العلم يقول هذا ويؤيده هذا، وأقول إلى وكالة الفضاء نازا بالولايات المتحدة الأمريكية، بأوروبا، بروسيا، بالصين، إذا كان لديكم أدلة بأن الإنسان أو الإنسانة من لحم ودم يأكل ويشرب ويذهب إلى المرحاض ثم يأكل ويشرب ويذهب إلى أي مكان في الجبال والبراري، والأرياف، قالوا وأن محمد رسول الله آخر الأنبياء ورسل، أن أمته في المدينة والبقية في الأرياف والجبال. أقول لكم هذا كذب، وبالمليارات وبالملايين كذب، وكذبوا على محمد صلى الله عليه وسلم لما أصبحت الأرض تشتكي، من نطح الكباش، من الإنسان والإنسانة، وهم يدعوا وأنهم هم الوحيدون أن يعيشون في كوكب الأرض هذا، وهم المسلمون الكفرة والذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، كالبنا 1924 لما كون الإخوان المسلمين. ثم أقول لأجدادي بالمملكة العربية السعودية، إنكم أن تبدأوا من الآن بتنظيف المذهب الوهابي، رويدا رويدا، واجعلوا الفتى اللطيف ابن جلالة الملك العربية السعودية بأن يتمم هندسته الفنية بإدارته العلمية الطاهر الملائكة، وهو حبيب الله سبحانه وتعالى رقم 2 بعد حبيب الله سبحانه وتعالى رقم 1 للجمهورية الفرنسية الحرة الديمقراطية و سيرفيس سوسيال ميساج، نفهم اللي ما يعرفش كوغل تراديكسيون لانغ تو يسر، اللي هو سيرفيس سوسيال، فيها في الأعلى في قمة الجبل، بسيدي عبيد الذي خرجت إليه وهو يمكن 1600 متر، ووجدت شخصين، وسلمت عليهم ولم يردوا علي، وكان لهم أن بالسعف أعرفه بولاية القصرين، الذي يتكون منه قفة التي يشتري منها، يشتري بها البضاعة لغذائه من مرسي سنترال أو من الأسواق داخل الجمهورية، لما بهت في ذلك وقلت من أين أتبو، لم يرد علي أي أحد، ولكن لم أخف منهم، لأن الله سبحانه وتعالى مسيطر واستعمر الإدارة العلمية
الإدارة العلمية والتي تقولون عنها رقم 9 وهي الروح، الإدارة العلمية لأني لم أخف منهم، ولكن وجدت لوحتين زيتيتين، لوحة عمدة المرجى بأبو سالم ولوحة حمام بيضة التي ينطلق منها وادي تاسة. قلت إذن كل إنسان يخاف من الموت فهو لا ينجح في حياته، ولا ينجح وطنه ولا شعبه ولا 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 ولا. وأقول ثلاث نقط، ومن هنا أنتهي. إذن لقد وقع الاعتداء علي بمحاولة القتل بأبو سالم، وهذا ما هو سأقوله بالحقيقة. إذن هل الزعيم بورقيبة مهبول مجنون لما قال وأن المؤسسة الأمنية أي وزارة الداخلية، هي الركن الأساسي المتين التي لا تزعزعها الرياح ولا القنابل الذرية ولا النووية ولا الكروز ولا حتى القنابل النووية التي ستأتي بالمليارات السنين بدون مقابل؟ هذا ما قاله الزعيم بورقيبة على انفراد، ثم تأتي بذلك المحاكم العدلية، التي تخلف الله سبحانه وتعالى في الأرض، وهي رقم 2 المحاكم العدلية، أما وزارة الداخلية بمؤسسة الأمن العدلية خاصة فهي رقم 1. إذن واحد معناها رقم 1، والله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد. إذن وزارة الداخلية بمؤسسة الأمنية فهي الله سبحانه وتعالى خالق الكون بأكمله وصانعه بالبحث العلمي الذي يجري كالصاعقة، ولما أقول الصاعقة فهي عبارة عن خيط، من الكتان الذي يخيط به الأقماش. وهذا ما وجدته في جميع مستودعات، الفلاح الفرنسيين الذي أممها الزعيم بورقيبة، وهو كان مخطئا خطأ فادح في ذلك، ولما حفر له أحمد بن صالح المقبرة الجماعية ليردم فيها هو ومن معه وأهله وكل من أعجب به كمثلي، صارت وطارت كل ما هو موجود، 7 ضيعات كبيرة جدا كله ما هو موجود، من تورنير لصناعة قطع الغيار، من تورنير لقطع الحديد الصلب وهو خيط في التورنير يكون معناها قوته النارية 6000 درجة ليكون قص الحديد اللي يقولوا عليه معناها من نحاس ولا حديد عادي ولا الأصي، أنا أقول بالسوري ما كترج مع روح، هذه كلها تهز وتباع، بالمليارات، لأن أحمد بن صالح كون رؤساء فوق الضيعات الفلاحية التي أمامها زعيم بورقيبة جهلة لا يعرفون أن يكتبوا حتى أسماءهم أو يكتبون حرف آ أو يكتبون كما قالت هنا لندن بي بي سي بريطانيك ما اسم دولة عربية، هذا موجود عام 1953، ما اسم دولة عربية شاهدت كثيرا مجد العرب، الحرف الأول والحرف الرابع والأول اسم طاغن كالأسد، اسم طاغن كالأسد، لكن الحرف الثاني والثالث يظهر الأخير شيء يوجد في الجسد،
وهذا الشيء الذي يوجد في الجسد فابني فيصل الذي سميته على اسم الذي سميته على اسم فيصل ملك المملكة العربية السعودية. إذا فيصل ابني يعاني من قلة الغدد الزيتية الآن، وهذه العاصمة هي عاصمة النفاق، عاصمة الشياطين، عاصمة الشيطان الأكبر، ولا أقول أكثر من هذا، فهو مثل الشيطان الأكبر بقطر القرضاوي. ولا أذكر ماذا قال القرضاوي وماذا أفتى، أفتى بقتل الجميع، بقتل الأبرياء، وهو يطبق في مثل هتلر النازي، يدمر المدن ليزرع الرعب ويهرب الجندي أو الجنود للدولة المعادية له. لكن لما جاء إلى تونس خسر كل شيء، خسر كل شيء وهرب منها، وهرب منها لأن وقع الزحف الهلالي من ولاية جندوبة إذن أقول السيد رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد، سأمهلك كما تشاء، أريد محاسبة الزيتون الذي يؤمن بياسين والقرآن الحكيم، يؤمن بالسين الشعبية، الزيتون يؤمن بالسين الشعبية، وهو لم يعين، بصفة قانونية، بل شفهية، يبني على قرار إخراجه بالرائد الرسمي السيد رئيس الجمهورية التونسية. هذا هو ما صار. والتاجوري، الذي هددته امرأته من منزه واحد لأنها لا تريد أن تسكن في الكاف، رغم الإمكانيات المتوفرة لها، ولكن أقول للتاجوري إن الله سبحانه وتعالى يمهل ويمهل ويمهل، وجاء اليوم يوم الحساب. أما بالمان المدير العام للبريد، الاتحاد الدولي للاتصالات والبريد بجنيف مقره، وهو عبارة عن الأمم المتحدة للاتصالات والمراسلات، كما هو موجود في نيويورك الأمم المتحدة للسلطة السياسية. أقول له إذا كنت أنت تقول أنا البريدي، أقول لك نعرف وأنك سرقت الكثير، وسرقت الأموال التعاونية وبنيت بها القصور البلورية، أنت وجماعتك لما كنت المسؤول الأول بنهج تركيا عن الوقود، أي أمير البترول، بترودولار وجميع السيارات، وحتى سيارات الزعيم بورقيبة وكامل الجمهورية التونسية، وكانت الميزانية المخصصة لذلك تفقد قبل شهرين، أما لما تسلمت المسؤولية أصبحت الميزانية متوفرة بعد 31 ديسمبر آخر العام، وتشترون منها السيارات، وكنت قادر بأن أكون ملياردير، وسأعطي المثل، لأن كل سيارة لما يقع لها تزويدها بالوقود مثلا 19.01 معناه يمضي السائق على 20 لتر، وفي آخر المساء أجدوا 400 لتر أو 500 لتر خارج الحساب، وأضعها مرة أخرى ما أضع في مكانها التي خرجت منه. ثم بعد أسبوع كنت في المقهى، نفس الشخص الذي يأتي بحافلاته ممتلئة بالبنزين
من جميع الأنواع من حلق الواد، وطلب مني من أكون من يكون لي عونا في تصريف هذه الولايات المتحدة الأمريكية، يقولوا غالون ونحن نقولوا ليتر تاع ليسانس مزوط ولا سيبر ولا نورمال. هي مثال، هي قالي تتولي ملياردير، هي قلت له بارك الله فيك، لكن من غدوة ما قلت ما تذهب برا وجهك ما ريتوش. لكن الشيء اللي أسفني هذا هو المشكل، كان رئيس ما نقولش رئيسي لأن مانيش بمؤسسة عسكرية أو مؤسسة أمنية باش نقول رئيس، نقول مراقبي، لأني أنا أعمل في وزارة مدنية، وزارة بريد برق الهاتف، وهو وزارة منتجة وليست معناها موظف فيها يخلصوا من الضرائب، وزارة منتجة وزارة، ولكن مع الأسف لما كلفت بمهمة سرية لأسباب وطنية لأسباب الأمن القوم الشامل والدفاع القوم الشامل، وكانت معرفتي بزميلتي من أبناء واشنطن، واشنطن الذي أسس الولايات المتحدة الأمريكية لتكون القلب النابض لكوكب الأرض وللدنيا بأكملها 100%. لكن هذا لم أقترب منها، وطلبت منها بأن إذا كانت لها مشكلة أن تتصل بالقابض الذي له عونين، ولما أكون قابض المرداسي معروف معناها إنسان ضربته الدعوة، وقلت له أنت كل وأنت اللي تطلب نخدمه، ولكن طلبت من جميع القباط ولو حتى يكون جاهل من الولاية باجي ولاية جندوبة، قلت له تقعدوا كما كنتم، لأن المواطن أو الحريف لا يعرف داخل مصالحنا ولا يعرف شيء. وهذا كنت أعمل في الظلام، الظلام الدامس كالقط الأسود الأبيض الأسود والأبيض، ولا أريد الشهرة بل أريد الشهرة لله سبحانه وتعالى. وكم من شخص خرج عن أكتافي ووصل إلى القمة، وأوصلته إلى القمة بالتأطير والتوجيه، والحمد لله يا رب العالمين لقد نجحت في ذلك 100%. ولما جاء دور برنامج 5 على 5 لنجيب الخطاب وطلب مني بأن أحضر لأول حصة، وكان موجودا في مركز التوريد البريدية، فخرجت فهمتني أتجول في المكان وأحضر إلى المركب الثقافي مغلق 3 أو 4 سنوات، وبه 12 دور وزيز بروات وصالة كبيرة تاع ألعاب، وبه ملعب لكرة القدم جازون ما يطلبش لا ماء لا شيء، أخضر يترقب، فكل يتعب ومساكن الفقراء واللي يعملوا بجد وبخلاص بس على الأقل يتفرهد ويلعبوا شوية فكل جازون، ثم يدوشوا بالماء سخون أو بارد، والفقير اللي ما عندوش دوش سخون أو بارد في منزله على الأقل يلقى وين يدوش. هذا كله من هندسة، هذا كله من هندسة الفنية للاتحاد الدولي للاتصالات أو المراسلات. ولكن لما سألت عن أسباب ذلك واتصلت برابح رئيس مركز فرز الرسائل، لكن الشيء الغريب لما كنت بشارع الجمهورية كانت هناك مافيات إيطالية خطيرة جدا وأخطر حتى من المافيات الإيطالية، التي هي تعين رئيس الدولة وتعين مجلس النواب وإلى آخره، وتعرف ذلك ما معنى المافيا الإيطالية. وجدت رئيس مركز الديوانة الشعبوني رئيس مركز الديوانة اللي هو يحمي الاقتصاد من الانهيار ويرفع الاقتصاد إلى القمة، نلقاه له عصابات، وطلب مني وهو يقطع ويتلف الوثائق الرسمية، وطلب مني بأن أجعل له نسخة، فقلت له سأجلب لك سكا وأمضيه كما
وجدتوه في جوجل مابس الإمضاء باللغة العربية، وأنت تؤكد فيه حرفيا بقلمك المليارات المليارات. أنا أذهب إلى السجن وأنت تذهب إلى الجحيم. يا نعم أنا نذهب إلى السجن صحيح، لأن القانون ما يحميش المغفلين ما يحميش الجهلة، لأن اللي عانوا باش يعرف يلزم يتكون ثقافة علمية بحث علمي، ثقافة علمية بحث علمي، ثقافة علمية بحث علمي، وليس الأدب اللاتر. هذا ما قوله للسيد رئيس الجمهورية الحالية قيس سعيد. إذا كنت أنتم ثقافة علمية أدبية لاتر فلكم يجب أن يكونوا مستشاريكم في الاقتصاد وجميع النواحي، بأن يكونوا لهم الهندسة الفنية من جميع النواحي حتى تنهض الجمهورية التونسية اقتصادها كما كانت في عهد الزعيم بورقيبة، لما يجلبون كل شخص 100 يورو من أوروبا تصرف 65 دينار في تونس. هذا ما أقوله ولا فائدة. أنا حاشي بالزيتون، حاشي بالزيتون وحاشي بالزموري اللي ما نعرفش عليه. الزيتون ما تعينش معناها شفاهي، ومشى القروان ومشى بحذا عبد الله بن سعيد وفاق به عبد الله بن سعيد وعبد الله بن سعيد. وقول لكم مالي، وقول لكم مالي، هو عامل من سلف واحد، وكان شرع في قبضة إذا شرع كرتاج ما نعرفش شنو يسموه ترانزميسيون تاع التليفونات، شرع كرتاج، شرع كرتاج شيك بوسو يقول شيك بوسو. وتعرفوا وانا السفارة الفرنسية قريبة له، وهو معناها من اليقظة والتعبئة وتفطل ليه وأبلغ عنه ذلك، وكان من الزعيم بورقيبة أن أرقى معناها عمله كما أبناء واشنطن مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية لما ينتج بكثير في ظرف لحظة يكونوا في القمة. وهذا ما وقع لعبد الله بن سعيد. وعبد الله بن سعيد بالطبع بالطبع تعين رئيس دائرة بالقيروان التي أصبحت عاصمة الأنوار، كما هي باريس عاصمة الأنوار العالمية بجميع الأديان، وحتى الذي يعبد في الحجر كما هو موجود الآن بباريس بعاصمة الأنوار اللي سميت بعاصمة الأنوار العالمية. فالقروان يجب أن تكون كباريس لدولة فرنسا عاصمة الأنوار لجميع الأديان، وحتى الذي يعبد في الحجر والبقر ويعبد في الشمس. هذا ما يقوله السيد قيس سعيد، لأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى الذي عينكم كرئيس ديوان على ملكه الخاص بالجمهورية التونسية وكذلك بجميع الدول في كوكب الأرض. أقول لكم أن كوكب الأرض ليس في خطر إذا كنتم أنتم على استعداد، على استعداد لتنظيف الغلاف الجوي من الطائرات التي تحوم التي تجول به، وإذا كنتم على استعداد بأن تغرسوا الأشجار الكلتوس وأشقائه، الكلتوس وأشقائه في الطرقات السيارة والطرقات الضيقة وجميع الأماكن التي تزرع فيها الكلتوس وأخواتها. هي شجرة الكلتوس معروف، معروفة معناها فهمت الناس تعالج بها فهمت في شدة الحرارة، لما يكون الإنسان عنده حرارة 40 أو 41 أو 42 وشال يبدأ حتى 60 في جسمه. هذا هو تنقذ الأرض بهذا النوع من الأشجار. ونقول لكم الله يعينكم، عي الله يعينكم، الله يعينكم، الله يعينكم، وكل إنسان شعاره صدقه في القول وإخلاصه في العمل لصالح الله سبحانه وتعالى وأي لصالح سلامة وطنه. وكل رئيس دولة أقول له هناك أفعال شيطانية، هناك هندسة شيطانية وقعت في تونس، لأن ثلاثة مسؤولين رئيسيين. كيف يكون ذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى خالق الكون بأكمله 100%؟ يقول هو الله أحد الله الصمد وهو صامد لأبناء الشيطان اللعين كالغنوشي. وشكون هالغنوشي؟ والله العظيم شيء فدت منه قد ما نصحته
وتستعمل السياسة الواقعية، وعطيته الدليل. كان والله تمنيت، وأنا ما نحسد حد، أنا ما حسيتش من المناصب، أنا عمري مجريت وراء المسؤولية السياسية، لأن الزعيم بورقيبة اقترح علي بأن أكون معتمد برقة حتى تكون نظيفة من أبناء الشيطان اللعين. لكن مع الأسف راشد الغنوشي ترك هذا الكلام في مهب الرياح، واليوم سيحاسبه القانون الموجود بالجمهورية التونسية 100%، ولو يكون ضريح الفراش كما وقع لجاك شيراك، كما وقع لجاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية، الذي يسكن في شقة الحريري، الذي يسكن في شقة الحريري على قناة واد مجر. استغفر الله، قناة واد مجر، ما قالك تعدى على واد هرهار كما واد تاسة، وما تعداش على واد ساكت كما واد مجر، لأن واد مجر لما يحمل ويفيض الماء يبلع، فهمت، ما يفيق حد ما واد تاسة، يتعدى ما بين جبلين ويكون ضربة قوية جدا، ويقول لهم يا ناس أنا على بعد 6 كيلومتر، خرجوا أبقاركم، خرجوا أغنامكم قبل أن آكلكم. هذا على سبيل عندنا مثل يقول لك تعدى على واد هرهار واللي هو واد تاسة، اللي هو معناها فهمتي يدلكم كيف تكونت الكواكب، ولا متعداش على واد مجر ده اللي جميع الأدوية الأودية وجميع الأنهار تصب فيه. لكن مع الأسف واد مجر ده أصبح كارثة بيئية خطيرة، ونتمنى من السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن ينظف هذه الكائفة. ثم أقول للسدود، لو كان يقع جهرها كل 2 مرة لكانت السدود دائمة مدى الحياة، مدى حياة الله سبحانه وتعالى. هذا ما أقوله، وإن شاء الله بحول الله في ظرف 10 سنوات، في ظرف 10 سنوات ستكون تونس الخضراء كما عرفناها، اسمها تونس الخضراء، رغم معناها قال لما ألقاه في الشمال على بوزيد، قالهم بوزيد عريان وبوزيد مكسي، وأنا ثانى بوزيد عريان وبوزيد مكسي، ولا حاشي بالوسامات ولا حاشي بالفلوس، ولو تعطوني مال الدنيا بأكملها وما حاشي حتى نمشي حتى لأي مكان. اللي مطلوب مني هو تصحيح وضع إقامة السعادة اللي أصبحت إقامة التعاسة، لأني لما تسلمتها وكونت منها القانون الأساسي المأخوذ من مجلة حقوق العينية، ووزعت مجلة حقوق العينية بأموالي على كل ساكن وعلى كل ساكن، ووضعت 5 نسخ منها بمكتب النقابة التابعة لإقامة السعادة اللي أصبحت التعاسة، ويجي يطلوا كيفاش مقر معناها سكن الحارس للإقامة، كيفاش معناها فهمتي الأوساخ اللي معناها فهمتي إلكترونيك مكسرة محتوم عبية فيها، وسرقوا منها السبابل وما خلوا فيها شيء، وكذلك فهمتني مقر مكتب الحراس. ثم أقول ذلك، أنا لما خذيت دبدر من المحاسبة الوحيد عملته الدبدر الرضاية يشد مداد دهر الله سبحانه وتعالى، لكن كل صفحة لها طابعة من البلدية ولو هي مرقمة، وعطيت 20 دينار من مكتوبي لأعوان في البلدية الذين يحترمون كثيرا، ورغم أن معتمد المروج يقدم بطاقة تعريف فهمتي لما يدخل البلدية، أما أنا لا أقدمها، فهم يحترمونني ويحبونني كثيرا لأنهم فقراء، ولما يأتوا أكون في المقهى الفاخرة يشربون من جيب كريات، وأقول كريات أو خياتي. وهذا ما أقول مرة أخرى، بمحاسبة الزيتون الذي خدع بلاده وخان بلاده وخان الأمانة، وأقول له إذا كنت أنت تجتمع بباب سعدون بمنزلكم بالخونة ويقولون لك إن الخياطي فهو قواد للزعيم بورقيبة، سيأتيك اليوم ويحاسبك الزعيم بورقيبة. وأقول للزموري الذي أفلس الطرود البريدية من ناحية الكم والكيف بسرقة الأموال، وسرقة الأموال يسرقها هو بنفسه، العملة الصعبة
ويذهب إلى ناس زرقون ويصرفها بالدينار التونسي. كنت فائق بذلك وكنت أعلم بذلك لأنه فقير ويعيش مع عمه ومتزوج بابنة عمه الذي وهو تاجر صغير. ثم أكثر من هذا يستعمل السيارة الإدارية ليكون له ما يكون له باش يرفع بها جراري اللي تاجر بها عمه إلى الأسواق. هذا شيء أسف. ثم المنصف المكلف منه بالسيارات، المكلف بالسيارات هو الذي يعطي للسيارات الإدارية لجميع الأعوان مهما كما الذي يحبهم أنا. أما لما كنت أنا بنهج تركيا رغم الإمكانيات المتوفرة 100% من سيارات فخمة ومن كذا ومن كذا، كنت أذهب إلى منزلي وهو 2000 متر على ساقي، ولما أراقب ليلا أأتي مضي 3 تاع الصباح، 2 تاع الصباح، 5 تاع الصباح، 12 تاع الصباح للمراقبة، 11 تاع الصباح، لأنهم يعرفونيش كيفاش نطل. أأتي على ساقي معناها مشي وجاي 4 كيلومتر. لكن لم أستعمل، لأن الإنسان لما يكون يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه الله سبحانه وتعالى وينام في بطن الله سبحانه وتعالى لا يملك له القدرة بأن يأخذ ولو ورقة بيضاء يكتب فيها لمصلحته الشخصية، أو قلم. رغم عبد الله بن سعيد يوفر لي كل الإمكانيات، كل ما أطلبه، لأن كانت لي علاقة طيبة معه وكان قريبا جدا لي 200 متر تقريبا. لم أخذ منه أي شيء رغم المحاولة، ولكن كان على حسن نية، لأن كان يعشقني، كان يعشقني لأني أحب وطني وأحب أن أكون أحسن من أبناء واشنطن، أو أكون أحسن من أبناء واشنطن من حيث البحث العلمي. وهذا أول معرض وقع في شارع محمد الخامس، وكنت أراقب وأراقب الفاكس اللي يقولوا عليه وأقرأ، لكن كنت أعلم وأن هذا الفاكس بالولايات المتحدة الأمريكية الذي أسسها واشنطن منذ 30 سنة. وفجأة سمعت صوت وأن رسالة من كينيدي إلى الزعيم بورقيبة، وطلب مني الزعيم بورقيبة بكل لطف وحملني على رقبتي وباسني وقبلني وقال ليس هم أذكى منكم، وهذا كلام صحيح. وهذا ما جعلني أن أصنع صاروخ كروز ومركبة فضائية بضيعة بدرونة، وكل ذلك تعرفونه إذا قمتم بالبحث. ولكم الشكر، وأطلب من الله سبحانه وتعالى بأن يكون الشيطان اللعين في الجحيم، ويكون والدنيا هذه صراع من أجل البقاء بين الحسنات والسيئات، بين الحسنات والسيئات في الإدارة العلمية الخاصة، في الإدارة العلمية الخاصة من 1 إلى 8، لكن 9 هذيك تكون الجنين. وهذا علاش يقولوا المرأة تتوحم، نقول لكم لا، هذيك تكون دخيلة على الروح ولا الإدارة العلمية للأم اللي يا ربي سبحانه يكري جراج بطنها جراج، بس معناه يتكون في الظلام الجنين، ولما يخرج يكون له درس لا ينساه، وأن عاش 6 أشهر ونهار في الظلام، ثم أو 9 أشهر 8 أشهر وأسبوع في الظلام. ولما يخرج للدنيا نحبه يخرج للدنيا يعيش في راحة ويكون متفرهد إلى آخر الحدود، لأن كان في سجن مظلم، والسجن المظلم تعرفوا أنه يكون العماء يكون أعمى، وهو لما رأسه يهبط في الأرض يكون هو أعمى، وأول ما يفتح عينيه ويرضع بزول تم وحليب يقعد معناه يتعرف في عين أمه من هي هذه، هل هي ابنة الشيطان أم هي ابنة الله سبحانه وتعالى علميا. هذا ما أقوله، ولكن العلم لا ينتهي، كالله سبحانه وتعالى يبقى حيا، كالله سبحانه وتعالى، كالله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان يقول ما أعطوا يستعمرونا مرة أخرى ويدخل البلاد، وش يعملوا به؟ وش يستعمروا مرة، وش يعملوا بك؟ القارة الإفريقية عندكم الخيرات أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من العالم أجمع، مش نجبوش تستغلوه. إحنا ثروات في تونس ثروات لا تحصى، ثروات لا تحصى، ثروات لا تحصى، ولكن مع الأسف السراق أبناء الشيطان اللعين والأحصائية، وقول لكم 70%
هم أبناء الشيطان في اللاعين، وثلاثين في المية هم ملائكة طاهرة، وصار 30% الملائكة الطاهرة يتغلبوا ينتصروا بالضرب القاضية، فهمتني، على 70%. وشكرا لكم، والله يعينكم على هو كله ما هو صايم.